سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه امبارح أمام نهضة بركان وتحقيقه كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه. رئيس عبد الفتاح السيسي كتب على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: أداء متميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير نادي الزمالك ولكل المصريين، وبنتمنى مزيد من النجاح والإنجازات في المستقبل. كما توجه بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق المغربي الشقيق. امبارح كان في اخبار مهمه، ابرزها الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى اتصال هاتفي امبارح بالرئيس التشادي محمد ادريس ديبي، وجه خلاله الرئيس التهنئه للرئيس ديبي على فوزه في الانتخابات الرئاسيه. عقد ايضا امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع مسؤولي البنك الدولي من اجل متابعه جهود الدعم الفني المقدم من قبل مؤسسه التمويل الدوليه لتنفيذ وثيقه ملكيه الدوله وحوكمة الشركات الحكومية. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، وجه خلاله الرئيس التهنئة للرئيس ديبي على فوزه في الانتخابات الرئاسية. من جانبه ثمن الرئيس التشادي اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وشدد الرئيسان في هذا الصدد على عزمهما المضي قدماً في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة، بالإضافة لمواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة في ضوء ما تفرضه التطورات المتلاحقة من ضرورة التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة ملفات عمل الهيئة. وأكد مدبولي أهمية الجهود اللي بتبذلها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع مسؤول البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المقدم من قبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع لمتابعة الاستعداد لعقد مؤتمر الاستثمار اللي هتستضيفه مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل. وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد استعراض الخطة التنظيمية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي من قبل الجهات المكلفة بالتنظيم فيما يتعلق بالأجندة الخاصة بالمؤتمر وإطلاق الموقع الإلكتروني وعملية التسجيل على الموقع والدعوات الخاصة بالشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.